بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بمدارس الوطن العربي اليوم رح نتحدث عن مادة التربية الوطنية للصف السابع عن مشكلات التغير الاجتماعي من صفحة 37 لصفحة 40. في البداية بدنا نتعرف على مفهوم المشكلة الاجتماعية. هناك عدة مشاكل اجتماعية تمر نتيجة التغير التكنولوجي اللي بنعيش فيه. هلا أول مشكلة رح نتحدث عنها مشكلة الاجتماعية. نتعرف على مفهومها أي المقصود فيها، وهي أنماط سلوكية أو حالات غير مرغوب فيها من بعض أفراد المجتمع، أي هي عبارة عن سلوكات غير مقبولة غير محببة من بعض الأفراد داخل المجتمع. من الأمثلة عليها الهجرة من الريف إلى المدينة وما يترتب عليها من ضغط على الخدمات. كما أخذنا في الصفوف السابقة، الهجرة من الريف إلى المدينة تحدث بعض الضغوطات على الخدمات. الخدمات المقصود فيها خدمات صحية، خدمات تعليمية، مجال فرص العمل، مجال التعليم، كلياته رح يؤدي إلى حدوث ضغط على الخدمات، وفيما بعد رح يحدث عنا مشكلة اجتماعية نتيجة الزيادة السكانية. وأيضا مرتبطة المشكلات الاجتماعية بمشكلات سلوكية، هذا بالمحصلة نتيجة الزيادة السكانية. نتيجة استمرار الزيادة السكانية ودخول أعداد كبيرة داخل المجتمع تؤدي إلى حدوث مشكلات سلوكية غير مرغوب فيها، مثل انتشار المخدرات، الإدمان. المخدرات طبعا بمختلف أنواعها وأشكالها، والإدمان طبعا هذا يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للشخص المدمن ويؤدي إلى حدوث بعض المشكلات غير مرغوب فيها داخل المجتمع. هناك عدة أسباب أدت لظهور المشكلات للتغير الاجتماعي. أول نقطة طبيعة التزايد السكاني، زي ما حكينا بالبداية نتيجة التزايد السكاني وظهور أعداد كبيرة من السكان داخل المجتمع يؤدي إلى حدوث مشكلات طبيعية. هاي الطبيعية طبعا الإنسان ما له علاقة فيها، مثل الكوارث الطبيعية من فيضانات، من براكين وزلازل، والتزايد السكاني اللي هي زيادة في عدد السكان. السبب الثاني مشكلات أو أسباب اجتماعية. نتيجة التزايد السكاني رح يؤدي إلى ضعف التعليم، رح يكون عندنا ضعف في نوعية التعليم، ضعف في جودة التعليم. كمان عدم قبول الآخر، المقصود فيه الجنسيات الأخرى أو الجنس الآخر سواء الذكر أو الأنثى، شخص يختلف عنك في العرق، في اللغة، في الدين، في المعتقد، رح يكون عندنا عدم قبول لهذا الشخص، وهذا يندرج تحت مفهوم المشكلات الاجتماعية. كمان مقاومة التغير. هلأ لما يكون عندنا عدم قبول للشخص الآخر، هذا الشخص زي ما حكينا بغض النظر عن أصله، عن جنسه، عن عرقه، عن لون بشرته، رح إحنا ما نقاوم التغير، يعني ما رح نتقبل هذا التغير يصير بالمجتمع. طيب هلأ بعد ما تعرفنا على أسباب المشكلة الاجتماعية أو المشكلات التغير الاجتماعي، هنالك عدة مشاكل ناتجة عن التغير الاجتماعي. أول مشكلة مشكلات البيئية. المشكلات البيئية لما نحكي مشكلة بيئية معناته تتعلق بالبيئة، تتعلق بالبيئة وتتعلق بالموارد الطبيعية، يعني أي شيء موجود بالطبيعة رح يصير فيه ضغط عليه نتيجة التزايد السكاني، نتيجة زيادة عدد السكان، وبالمحصلة رح يصير عندنا مشكلات بالتلوث البيئي والتغير المناخي. نهاية نعتبرها أسباب بشرية تتعلق بالبيئة. المشكلة الثانية مشكلات أسرية. هلأ نتيجة الزيادة السكانية ونتيجة الضغط السكاني رح يؤدي إلى حدوث بعض التطورات مثل التطور الصناعي والتكنولوجي. هلأ التطور الصناعي والتكنولوجي له مساوئه وله محاسنه. هلأ نتيجة إساءة استخدام التكنولوجيا، يعني أنا بستخدم التكنولوجيا بشكل خاطئ، رح يؤدي إلى ضعف العلاقات الأسرية، رح يؤدي إلى ظهور مشكلات في العلاقات الأسرية وظهور التفكك الأسري.
هلا المشكلة الثالثة مشكلات سلوكية مرتبطة بسلوكات الأفراد زي ما حكينا ببداية الحصة، مثل الإدمان، شخص يعاني من ضغوطات معينة، عدم توافر فرص عمل، بصير يفكر بأمور غير متاحة أو غير مسموح فيها، مثل الإدمان، المخدرات، التدخين، الانعزال عن الآخرين، عدم الخلطة، الانعزال يعني عدم الخلطة مع الآخرين، استخدام العنف بدل الحوار. يعني شخص بيعاني من هاي الأمور، مشكلات سلوكية بسلوكه بتصرفاته، رح يميل للعنف بدل من الحوار والتفاهم، وهذا بالنهاية رح ينعكس على الأسرة ورح ينعكس على المجتمع ككل، ورح يؤدي إلى تفكك المجتمع، ورح يكون عندنا مجتمع ضعيف ومجتمع غير متماسك وغير قوي. بالمحصلة بعد ما تعرفنا على المشكلات السلوكية والمشكلات الاجتماعية رح نتعرف على دور التعليم. هلأ التعليم له دور في التغير الاجتماعي، التعليم له دور في التغير الاجتماعي الإيجابي رح يكون على شكل نقاط. أول نقطة، التعليم له أهمية في كيفية التعامل مع التغيرات الاجتماعية. يعني لما يكون شخص متعلم واعي مثقف عنده القدرة على كيفية التعامل مع التغيرات الاجتماعية اللي بتصير داخل مجتمعه أو داخل دولته، وعكس الشخص الذي لا يقبل التعليم أو لا يعني يواكب التطورات والمستجدات داخل وطن. النقطة الثانية، التعليم أيضا يؤثر في الطريقة التي ينظر الناس بها إلى العالم من حولهم. يعني الشخص المتعلم بيكون له وجهة نظر أو له طريقة بالعالم من حوله من خلال مواكبة المستجدات ومعرفة الأمور التي تحدث داخل دولته أو داخل العالم ككل. التعليم أيضا يساعدنا في إيجاد الحلول للمشكلات. يعني هلأ أي مشكلة بده يكون لها حل، فالتعليم من خلال اتباع خطوات البحث العلمي اللي اتعرفنا عليها في الحصص السابقة والصفوف السابقة نتوصل إلى إيجاد حلول لأي مشكلة، سواء كانت مشكلات سياسية، مشكلات اجتماعية، مشكلات جغرافية، وهذا الإشي بيجعل الشخص أكثر إدراكاً للواقع اللي بمر فيه، بيكون عنده أكثر معرفة، أكثر يعني وجهة نظر بتكون أفضل، عنده أسلوب للنقد البناء، النقد الإيجابي اللي بيؤدي إلى حدوث حلول للمشكلات أو نتوصل إلى حلول للمشكلات اللي بنعاني منها. وأيضا التعليم هو المحرك الرئيس للتقدم والتطور في المجتمع. يعني دون تعليم ما في تقدم، ما في تطور، رح يكون مجتمع فاشل، رح يكون مجتمع ضعيف، مجتمع مفكك، يؤدي إلى حدوث عدة مشكلات، سواء كانت هاي المشكلات زي ما حكينا بالبداية سلوكية على سلوكات الأفراد، أو مشكلات بيئية بتتعلق بالبيئة، التغير المناخي، حدوث خلل في البيئة لأنه الإنسان له دور نتيجة الزيادة السكانية، وهذا بينعكس على المجتمع ككل. إذن التعليم هو الأساس وهو المحرك الرئيسي للتقدم والتطور داخل المجتمع. وبهيك بنكون أنهينا حصتنا اليوم، بتمنى إنكم تكونوا فهمتوا، ويعطيكم ألف عافية.